ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفاش خديجة؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. انت على خير؟ الحمد لله. الساعة ما نسمع صوتك ونحن ضاربوا مع التليفون ونحن كذلك. مريم من تفلت؟ خديجة. خديجة من الفقيه بن صالح. واخا معنا مريم من تفلت والاتصال الثاني. طيب خديجة من الفقيه بن صالح، مرحبا بك. بارك الله فيك اختي، كيف الحال والاحوال؟ كلشي لاباس الحمد لله. اذا كنتو نتوما لاباس عليكم. ربي يخليك، حنا لاباس علينا حيت باش نتوما تكونوا لاباس عليكم. خديجة بارك الله عليكم اختي. لا لا اختك، اهلا ومرحبا. طيب خديجة تفضلي. كنت بغيت نعطيكم كيك بحال هذا اللي صايبت لنا بوشرة. مي غنبدلو، غنصايبو الكيك بالفلون. واخا كيك بالفلون، شنو غنحتاجو للمقادير خديجة؟ غنبداو بالكيك هو الاول. فيه جوج بيضات. جوج بيضات، نص كاس زيت. نص كاس زيت، نص كاس زيت سنيده حيت غادي يجي حلو. نعم، نص كاس سنيده. خماره، نص كاس الماء. نص كاس فانيا تاع الماء، فاني، والدقيق حسب الخليط. والدقيق حسب الخليط. نخليو على جانب. اييه. نشدو من سترة الحليب. من سترة الحليب جوج لي ساشي ديال الفلون. نعم، جوج لي ساشي، دو ساشي ديال الفلون. ونخليه مسوس. نعم، ندير السكر. نعم. نخليه على جانب. نعم، هذا درناه فوق النار وحركناه وكلشي ونخليه على جنب. نشدو كاس السنيده ديال العنبه. نعم، كاس تاع السنيده. غنردوه كراميل. نعم. غنشدو غنكبوه في المول بلا ما ندهنوه بلا حتى شي حاجه. نعم، نسبقوه في التحت هو الاول. الكراميل هو الاول. كنكبو عليه فلون. كنخليوه حتى يجمد واحد شويه وكنكبو عليه الخليط ديال الكيك. ونديرو الخليط ديال الكيك. كندخلو لمدة نص ساعة الفران. ندخلو لمدة ديال نصف ساعة الفران. كنخرجو من الثلاجة كنخليوه حتى يبرد. فاش كيطيب كندخلوه الثلاجة. كنخليوه حتى يبرد في المول ديالو في الثلاجة. صافي كنقلبوه في طبقة الكراميل، طبقة الفلون، طبقة الكيك. كيجي زوين. كنديرو فوقه شوية لوز ايفيلي. كيجي زوين هائل. ما شاء الله، انت اللي هائلة خديجة، تبارك الله عليك. تبارك الله عليك اختي. الله يفرحك. الله يفرحك بزاف. السلام عليك.